GSM Medical Education، هنا نجعل الطب سهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعناكم. أنا أخوكم حارث العوادي من فريق GSM Medical Education، واليوم إن شاء الله راح نكمل سلسلتنا بالكلينيكال بكتيرولوجي، وراح نتكلم عن كلوستريديوم. بعد ما صنفنا، إذا تذكرون، صنفنا الجرام بوزيتيف بكتيريا، صنفناها الجزء الأول فيها الباسيلاي. الباسيلاي قلنا يتكون من مجموعة ايروبيك وانايروبيك. الايروبيك طبعا ذكرنا كورنيوباكتيريوم ديفتيريا، صح؟ وذكرنا الليستيريا، وذكرنا الباسيلس بأنواعها، مو صحيح؟ بعد ظل عندنا شيء. أما الأنايروبيك عندنا الكلوستريديوم، وهذا موضوع حلقتنا اليوم. ناقشنا طبعا بالحلقات السابقة الإكزوتوكسين، ناقشنا كل الميكانيزمات لأهم ثلاث أنواع بمن بالكلوستريديوم. خلينا نسوي ريفيو سريع على ما نقدر نكتشف شنو هو النوع الجديد، شنو مضارع الجسم. اولا كان عندنا كلوستريديوم تيتاني او تيتاني، قلنا هذا يفرز تيتانوس توكسين. هذا هذني المجموعتين اللي هو الكلوستريديوم بوتيولينيوم، ايش بيه؟ ذني انهبيتس نيرون ترانسميتر، inhibit neurotrans، تمام. اما البيرفرنجز احنا شرحناه، سوينا مقارنه، كان ايش يسوي لي؟ يسوي لي لايست سيل ميمبرين، واضح. المهم على تيتني احنا قلنا هذه البكتيريا موجوده وين؟ موجوده بالتربه. لما انت تروح بمنطقه معينه يصير عندك حادث او تتعرض الى نيل انجري عن طريق بسمار مصدق، فراح يصير عندك شنو الميكانيزم اللي ذكرناه هنا؟ اذا تذكرون تيتاني معناتها شنو؟ معناتها سبازم. لان هنا يمنع لي شيء، يمنع الميكانيزم واحده بس، مجرد يمنع لي شنو؟ يعني يسوي لي انهبت نيورو ترانسميتر عن شيء هي الانهبيتري، يمنع المانع، فبالتالي حيصير عندي شنو؟ continuous stimulation او stimulation forever على قولتهم، فراح يصير عندك شنو؟ spasmatic. اكو حاله spastic شنو؟ paralysis، هذه مهمه. spastic paralysis، صح؟ إذا تذكرون الحالات الثانية اللي يصير عندي شنو هي؟ لوك جو، تمام. ريسوس شنو؟ أتذكر الساد فيس أبو الإليفيتد آيبروز، مو صحيح؟ ساردونيكوس، ريسوس ساردونيكوس. زين، اكو قضيه اريد اذكرها اضافيه اني. بالحالات مال التيتانوس يصير عندي حاله من الحالات لما يتقوس ظهر المريض، المريض يبدي يصير عنده تقلصات عاليه، فجسم المريض، خلينا نفرض هذا قدم المريض، هذا ظهره حيكون يجي اي يصير عنده arching، تمام. بالتالي المريض يكون
هذا سطح الأرض، تمام، بتكون على شكل arcing أو arching. هذه شو اسمها؟ لها اسم معين. شو؟ لا لا، اسمها OP ستوتونوس. إذا تذكرون تونيك كلونيك، صح ولا غلط؟ اللي هو شنو؟ نوع من أنواع يصير عندي بالتون عالي ويصير عندي سيجر، تمام، حماس عالي، ف منو الاستيموليشن يبدي الاستيموليشن كلش عالي بحيث المريض يقوم يشيل نفسه ويطرحها بالارض، يشيل نفسه يطرح هنا، لا هنا يتقلص لدرجه يظل يرفع نفسه يصير على شكل تقوس، اسمها او بي شنو؟ او بي ستو تونس، احفظها، تونس او بي ستو، او بي ستو تونس. واضح؟ هذه الحاله ايضا مهمه. قلنا شو يمنع لي؟ يمنع لي الافراز الانهبيتوري اللي هن اللي هن الجابا والجلايسين. واحده من الحلقات ثانيه يمكن ذكرت جابا واسيتيل، او هيك غلطت يعني، اسف. هنا الانهبيتوري هذه انهبت او ديكريس شنو؟ جابا اند جلايسين. خل غير الخط، خاف همتين بعدين يطلع من واضح. كابا وجلايسين قلنا يسوي لي اللوكدو، ويسوي لي الريسوس ساردونيكوس، ويسوي لي ايضا شلون؟ اي الاو بي ستو تونس، او بي ستو تونس اللي هي على شكل الارتش. ودائما قلنا يكون المريض متقلص بهالحاله، تمام، وراح يكون عنده هيجي صعب جدا. اللوكدو والساد فيس هذا شايف، هذا مال ما ادري، هذا الساد فيس مال اليابانيين الصينيين. على العموم القضيه وين؟ قلنا احنا دائما للتتنس عندنا فاكسين. الفاكسين يا هو ذكروني دي تي بي، دفتيريا تتنس شنو؟ بيرتوسس، او دي بي تي، تمام. بغض النظر هو الثلاثي دفتريال بيرتوسس شنو؟ تيتانوس. العلاج شنو؟ نيسر عدي المرض، هل انه انطي فقط فاكسين؟ لا، هذه لانه اكزوتوكسنز وحالاتها سامه جدا راح انطي انتي توكسن، تمام. فالعلاج انتي توكسن، توكسن بلس شنو؟ فاكسين بلس دايا زيبام. دايا زيبام هذا نوع من انواع المخدرات الطبيه اللي نستخدمها على مود نخدر المريض، نسوي له، لان هنا عندنا سباستيك، تمام، هنا على مود نسوي له ريلاكسيشن للمسلز واقدر اسيطر على المريض. واضح الكلام؟ زين، لا ينطي انت توكسن بس. اي بس القضيه المهمه هنا انه المريض الجروح مالته حيصير بها شنو؟ يصير بها تلوث، ويصير بها نكروتك تيشو، فلازم نسوي له ديبريدمنت، تمام، ازاله الخلايا الميته مع التعقيم، بعدين نعطي شوتات تيتانوس. شوت هذا اللي احنا حسب عمر المريض طبعا، لانه اذا هو فتات اللقاح هذا السيفيرتي تعلى، يعني هذا اذا هو صغير، اما اذا كبير فهو حيكون نوع الجرعه تكون ايش قد، فاهم؟ هذا العلاج لازم انت تعرفه حسب المرض. راح نجي نناقش المرض، راح نبدا نقسم. ليش؟ لانه اللي ماخذ لقاح قبل 5 سنين مده اللقاح مالتي تانس 10 سنين، تمام؟ اللي ماخذ لقاح 5 سنين ممكن نعطيه بوستر، يعني زايد، ممكن اذا منعته زين وشفناه احتمال ما يحتاج اصلا. واضحه الفكره؟ حسب السيفيرتي وحسب الحاله وحسب الجرح وشون داوى الجرح، اجى راسا للمستشفى او لا، فاهم القضيه؟ فكلها عوامل. اما اللي ما ماخذ اصلا تيتانوس صار له عابر ال10 سنوات، لازم نسوي له كورس ثاني، يعني نعطيه 3 شوتات. فهذا القضيه نجي نناقشها ان شاء الله من نجي ناخذ الانفكشيوس ديزيز، وهذا واحد من
امراض هذا الكورس. على العموم نيجي هنا البوتلينيوم توكسين يسبب لي شو يسبب لي؟ ايضا انهبت نيورو ترانسميتر، ولكن هذا انهبت الاكسايتيتوري اللي هو شنو؟ الاسيتوكولاين. انهبت اسيتوكولاين، تمام؟ اسيتوكولاين اللي هو الاكسايتيتوري، تمام؟ فمن يصير عندي هنا راح يصير عندي افراز عادي، يكون الـ الافراز مال جابا والجلايسين موجود، ولكن بنفس الوقت عندي قله، اصلا ماكو محفز، فراح تكون شنو ايش قلنا؟ الايديا مثل ما فلوبي فلوبي بيبي فلوبي بيبي. هذا يصير لي ايضا بالطفل عندما شنو؟ عندما ياكل الطفل العسل، لذلك يقول لك يا بخليه على الحليب لا تطي مي غريب. العموم مو نقاشنا هذا، نجيب بعدين ان شاء الله حلقه خاصه، بس انه من خطوره هذا البكتيريا انه هي تنتقل بالعسل للاطفال. زين شو يصير عندنا؟ احنا قلنا الاعراض شلون؟ فلوبي بيبي سايندروم مو ويسوي لي فلاسيد باراليسيس. هو الفلوبي فلاسيد انه هو غير قادر على الحركه نهائيا، ماكو اي اعاز، فالطفل دائما يكون من النوع اللي يتحرك ايديه هيك بلا هسه راح يكون هيك ترفعها ما تقدر. على العموم فيسوي لي الفلاسيد هذا احنا ذكرنا طبعا ونعرف ليش بالميكانيزم هذا، احنا بس نسوي ريفيو. واضح الكلام؟ شنو اللي اريد اذكره؟ احنا نعرف التوكسين هذا لازم تحط ببالك، معلومه هذه حطها من هنا لحد ما نوصل للكلينيكال ديزيزز. يستخدم كعلاج كتجميل مال رينكلز للنفخ البشره، وايضا يستخدم في حالات الاكاليجيا، مو صحيح؟ في حالات الاسيد ريفلكس اللي عندنا مشكله بالسفنكتر. المهم بهذا القضيه هو ايضا توكسين، فعلاجه انتي توكسين. ويتي توكسين وعلاج انتي توكسين. القضيه الثالثه شنو؟ كلوستريديوم بيرفرنجس. ويتي ايش قلنا اليوم؟ صرفت هواي مو هيجي وش قلنا؟ لان هذا ريفيو واني اسف اليوم شوي. على العموم كلوستريديوم بيرفرنجس هو يحتوي عليه من على الالفا توكسين اكزوتوكسين اللي يسوي لي دمار في من جدار الخلية أو يحلل لي جدار الخلية. ونتذكر أنا قلت لكم تتذكر perforations معناته perforation يخترق، ولكن شو يسوي لي؟ يسوي لي myonecrosis. myonecrosis عن طريق هذا التحلل راح تسوي لي تفاعل، راح تسوي لي غاز شنو؟ غاز غانغرين. ويجي الغاز غانغرين يكون الجرح منتفخ، اكو هيموريج، تحس انه بلستر كبيرة الحجم بيها نوع من الهيمولاسيس اللون احمر او مائل الى السواد طبعا لان الخلايا تموت جدا، ومن ينفتح هذا البلستر يكون فاول شنو؟ سميل. ايه فاول سميل، رائحة كريهة مو خلاص. على العموم ايه، وايضا الشغلة المهمة غير الماينوكروسيس هو شو يسبب لي؟ يسبب لي هيموليسيس مثل ما ذكرنا، يعني يكون ايضا عرضة للانيميا. اذا يكون الجرح بانتفاخ مثل البلاستر لانه الخلايا العضلية يصير بها نكروسيس، هاي الخلايا راح يصير بها مثل التفاعلات اثناء النكروسيس، مثل ما يتفسخ الجسم اثناء تفسخ الميت. اذا شايفين جثث حديثه وراء يومين ثلاثه حتشوف هذه القضيه، اكو انتفاخات واكو ريحه كريهه واكو تكهومات مدم، نفس القضيه ولكن انت حي سبحان الله. على العموم ايضا هذه البكتيريا البيرفرنجز تيجي شلون؟ تيجي من انت تاكل اندر كوكت
فود، يعني الاكل اللي شبيه اي غير كامل الاستواء، تمام؟ يعني المطبوخ نص استوى، ستيك ما ستيك، تمام؟ اذا تكون اي بالضبط. القضية وين؟ ليش انه هذه؟ تذكرون قضية اللابايل اللي قلت لكم اياها، الليبل احنا نسميها، او لابايل، لا بايل هيت لابايل. هاي البكتيريا تقدر تقاوم درجات الحرارة الى تقريبا 40 سيليزي، تمام؟ فلذلك هي من يقول لك اندر كوكت ميت، الميت اللي ما يتفور، احنا شايف التفويرة مال المي 100 سيليزي صح؟ هذا يصمد لل 40، فانت من الطبقه اللي بالنص ما راح تكون ناضجه مثل الطبقات الثانويه، فانت تسوي جهه وتسوي الجهه الثانيه، ولكن اللي بالنص الطبقه الوسطى حتكون حمراء او ورديه او بنفسجيه، هي هاي يحبوها، يقول لك جوسي ميت، هي هاي الميزه مالت مال ستيكس. ولكن انت عندك خطوره شنو؟ بيرفرنجس الفا توكسين، وهذا ايضا شو تسوي لك؟ تسوي لك انترو توكسنز، وبالتالي ايضا فود بويزنينج. بروتوكول العلاج مال البيرفرنجز ان شاء الله نرجع له بالمستقبل، لانه يعتمد عليه من يعتمد على الحاله. قضيه المايكروسيس هذه استيجات لها مانجمنت خاص، اما قضيه الفود بويزنينج كل احنا نعرف، ممكن نستخدم الانتي توكسين، نستخدم انتي بايوتيك حسب الكلتشر والحاله والوضع. من يجيني انا مريض ما راح الحق اسوي كلتشر 100%، حتنطي انت انتي بايوتيك، انتم حطوها دائما على بالكم. فما دام هو فود بويزنينج يكون عنده اعراض اسهال وعنده حراره مرات تقيؤ، الاعراض متفاوته هنا، بس هو 100% شو يسوي لي؟ يسوي لي فود بويزنينج. فود بويزنينج يكون عباره عن سوائل انتي بايوتيك، تمام؟ واظل منتظر اراقب المريض لحد ما يصير زين. بعدها صارت عندي سيفيريتي عاليه، راح شنو؟ راح ابدي اكمل اني الكلتشر مالتي، اسوي كلتشر ستول كلتشر. بس هذا اللي كان بذني الثلاثه المراجعه. هنا دائما تذكروا الجانجروس جانجرينوس ليج، اللج الرجل اللي متعرضة إلى الجانجرين، الجانجرينوس ليج، تمام؟ المجموعة الجديدة أو البكتيريا اليوم اللي إحنا ما مألوفة عندنا هي الكلوستريديوم شنو؟ ديفيسل. كلوستريديوم ديفيسل أنا أريدك تتذكرها بطريقة خاصة. اتذكر أنت كل أنواع الكلوستريديوم اسماءهم تختلف، مثلا تيتنس، بوتولينيوم، بيرفرنجس، صح؟ ما عدا هذه تبدي بي من كلوستريديوم دي في سل، صح؟ ما عدا هذه تبدي بدي، فانت دائما نقول كلوستريديوم دايريا، تفهم الفكره؟ يعني العموم كلوستريديوم شنو؟ دياريا او دايريا. زين، شنو ميزة هذه الديفيسل عن غيرها؟ ان احنا لازم نعرفها هي 100% شو يسبب لي؟ دايريا اسهال، ولكن بيها نوع توكسنز، تو توكسنز مو توكسن واحد. التوكسن الاول يسمى توكسن A والتوكسن الثاني يسمى توكسن B. توكسن A شنو؟ انفيد شنو؟ ذا جوت، ويسوي لي العملية مال الالتهاب والإسهال. ولكن اكو قضية عندي مهمة، هذا invade the brush border، عفوا invade the brush border of the gut، تمام؟ brush border of the gut، هذا منو؟ التوكسين اي اللي هو شنو؟ من يكون براش بوردر، صحيح توكسين اي، ولكن هنا شو يسمى لي بالخصوص؟ انترو توكسين
ليش؟ لأن هو يكون بالأمعاء. فإنتروتوكسين يرتبط بمن؟ إيه الهجوم هنا، أنا أقصد إنه يروح يركض على يسوي ارتباط مباشر بمن؟ بالبرش بوردر. زين إذا تردون هنا أصح، هنا أنا باينت باينت على مود لا أحد ياخذه، لأنه مرات أنا أقول انفيد ويسوي لي شنو؟ يسوي لي نكروسز أو يسوي لي تلف، صح؟ هذا هنا أنا ما يسوي لي، بس هو يرتبط مباشرة بمن؟ بالبرش بوردر. البي توكسن، البي توكسن بيش يتميز عن الاي توكسن؟ شوف هنا يقول لك توكسن بي هو ايش بي؟ سايتو توكسن. سايتو توكسن معناته يسوي لي سايتو سكيليتال ديستربشن. سايتو هذا البي، احنا مو قلنا هذا شنو؟ انترو توكسن. البي توكسن ايش بي؟ سايتو توكسن، وهذا حيسوي لي سايتو سكيليتال شنو؟ ديستربشن. السايتو سكيليتال ديستربشن مو سكيليتال الخارجي، لا، السكيليتال هنا سايتو خليه، سكيليتال هو ال خلينا نقول العمود الفقري للخليه، او يعني الغشاء الخارجي الدائره مدايرها، هيكل الخليه، تمام؟ السكيليتون معناته هيكل، احنا شلون نقول هيكل عظمي؟ هيكل شنو؟ الخليه. فالهيكل الخليه راح يسوي لي بي موديفيكيشن، يلعب لي بتكوين الجدار مالته، وهذا اذا ترجع انت وتروح تبحث راح اكتب بس سايتو سكيليتون ديستربشن، راح يطلع لك شنو السكيليتون، شلون حتكون العمليه مال تكوين السكيليتون الخليه، وشلون ياثر عليها هذا التوكسن. بس بصورة عامة حيسوي لي بيها موديفيكيشن. من يصير عندي موديفيكيشن ايش حيكون؟ حيكون تدري سم يسوي لي موت. إذا تذكرون كانت حالة من الحالات كان بي من بالدفتريا، ايش يصير عندنا؟ سيدو ممبرنوس، صح؟ هنا نفس الشيء يتطور، لأنه الجدار هناك صار بي نكروسس، وصار بي ليكوسايت، فصار جدار ثانوي. مو نفس يعني من تبع اللون، لون ابيض مائل للخضار او اصفر، هذا نسميه سيدو ممبرونوس اللي هو الغشاء الكاذب. هنا يتطور عن طريق هذا الميكانيزم سايتوسكليتال ديستربشن. وراح ايش راح يصير لي انت؟ ايش راح يصير عندي هنا؟ راح يصير عندي الدايريا. بعد الدايريا حيصير لي سيدو ممبرونوس كولايتس. شوف هنا دياريا يؤدي لي المن وراها سيدو ممبرنوس كولايتس. شنو كولايتس؟ معناته يكون عندي التهاب بالقولون باللارج انتستاين. الكولون هو مصطلح يطلق فقط على من؟ على اللارج انتستاين، يعني مو كولايتس معناته بالامعاء الدقيقه، لا ذاك واحد. على العموم شنو اللي يريد اصدمك به؟ حيكون الجدار هذه الامعاء، تمام؟ هنقول جزء الامعاء، ويكون عندي بما انه احنا قلنا ابيض مائل للخضره. طبعا انت من تشوفه انا ما اعرف، انا من اشوفه بالحقيقه ومن اشوفه بالاندوسكوب ولا حتى بالصور، هو يكون لونه اصفر. من يجون يوصفوه بالكتب يكتب لك اياه وايت جرينش، او هنا يلو. زين القضيه المهمه اللي اريد انبهك عليها، اهم قضيه اللي لازم تنتبه عليها ودائما اذكرها من بدايه كورس الميكروبيولوجي، واليوم سنحت الفرصه انه احنا نذكرها، هذا الالتهاب واللي هو الديفيسل يكون لكثره استخدام الانتيبيوتيك او لسوء استخدام الانتيبيوتيك. فاهميني؟ مثل من؟ مثل الامبيسيلين. من تستخدم امبيسيلين ومن تستخدم الكليندامايسين، انتبه. امبيسيلين كليندامايسين هذني من هن اصلا سببت لي ديستربشن، سبب لي انه شوف هي موجوده هذه البكتيريا ما تقدر تخترق بسهوله، لكن استخدام الانتيبيوتيك ضعف لي النورمال فلورا، هذه الكومبتيتيف
فيتشر اللي هي عد النورمال فلورا قلت، فبالتالي صار الجاتس بسهوله يخترق، فيسبب لي هذه القضيه، هذا الالتهاب. ولو مو بسهوله، هواي ناس تاكل اندر كوكت ميت، هو كلها هوايه بها لحوم، بها شنو، بها كلاستريديوم ديفيسل، ولكن اكثر الناس عرضه اللي هم يستخدمون انتباتيك. وهذا احنا كل احنا الاطفال، المجتمع العربي، المجتمع العربي ما واصل للدرجة المطلوبة من العلمية. لأن يعني المجتمعات مثلا دبي، قطر، السعودية، هذه الطب عندهم مسيطرين عليه، تيم خاص تلقاه، يا اما اجنبي، هندي، باكستاني، المان، مو صحيح؟ اي. ولكن احنا بالدول اللي عندنا، اليمن، العراق، عمان، السودان، هذه الدول العربية، مصر، بها استخدام مفرط خاطئ جدا للانتيبايوتيك. على العموم، بس الانتيبايوتيك، لا مو بس الانتيبايوتيك، كل ما اني اذتني صارت عندي حرقه، ايش استخدمت؟ انت مو انتي اسيد، استخدم بي بي اي اللي هي اكثر شيء اشهر، شنو؟ الامبرازول. تمام، فاستخدام البي بي اي تمام، هذا ممكن يخليك عرضه لمن؟ للكلوستريديوم ديفيسل. زين، اذا انت هسه تيجي عقليا شو تقول؟ انا اول شيء احنا نكتشفها عن طريق من هذه البكتيريا وناكدها عن طريق البي سي ار، شنو؟ بوليمريز تشين رياكشن، بوليمريز تشين رياكشن، اللي هو ياخذ يطلع الدي ان اي ستراند ويقعد يكاثر بها. هذه قضيه طويله. المهم، ولا مين من الستول كلتشر، وتمام. القضيه اللي اريد انبهك عليها، العلاج شلون حيكون اذا اني امبيسيلين ما ماذيني وما يشتغل علي بعد كده؟ هذا قضايا تيجي من ورا الريزستنت، وعندي كليندامايسين ماذيني، اذا ايش راح اشتغل عليه؟ لا لا، هو حتى البنسلين برود سبيكتروم، ما هذه القضيه. برود سبيكتروم معناته انه الانتيبايوتيك اللي يكون قادر على مهاجمة الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف وأغلب أنواع البكتيريا، تمام، هذا نسميه برود سبيكتروم، واسع التأثير. راح نحكي هي هذه القضايا المهمة اللي لازم نركز عليها بالأنتيبيوتيك. سيفت رياكسون اللي شاع هو همتين حالة حال البنسلين، ولكن بالسيفاسبورين ثيرد جنريشن. فاهم الفكرة؟ قضية هيك يعني، هو أعتقد سيل وول ثيرد جنريشن. فحنجي نذكر هنا ونذكر ليش شنو الفروقات. هذا قضايا لازم تفك التوهم العام اللي دارجي، حق الكل، من حق كل الاطباء، من كل الممرضين، كل يتوهم بها، لان اسماء هواي، الحالات هواي، واحنا ما ندرسها مع الاسف خلال البروسيجر بوقت مفتوح. يعني هذه المواد المفروض تدرس وحده على نظام انه انت تدرس فقط هذه الماده وتحاسب فصل فصل، ولكن احنا ندرسها مع الامينولوجي، مع الفسيولوجي، مع الباثولوجي. على العموم، واضح احنا ايش قلنا؟ من يصير عندنا ريزيستنت شو نستخدم؟ نستخدم فانكومايسين، وبصورة عامة بالالتهاب هذا نقدر أيضا نستخدم مترندايزول. مترندايزول هو أنتي بايوتيك وأنتي فانجر، تمام؟ مو بس أنتي فانجر، هو للديدان اذا تتذكرون، من تجي انت تقرا الباراسيتولوجي اهم شيء تستخدم تقتل بيه الديدان، ايش راح شنو يكون؟ البندازول، صح ولا غلط؟ فهذا الزول، الزول السوداني بالاخير، مو يقول لك يا زول، جدا سلاح قوي يستخدم الانسان. هنا الفرق بيناتهم، هذا دائما يستخدم على الاغلب اي في، تمام، وهذا اورال. واضحه الفكره؟ هنا ممكن يصير عندي recurrent cases، يعني شنو؟ يعني الحالات تبدي تتكرر بعد ما تضعف الدعامة مالتك مال normal flora. بكل الأحوال يصير عندك deficit، ممكن يتكرر عندك الالتهاب، بس مو دائما، يعني أنت ممكن تكون عرضة للتكرر. هذا المرض، هذه البكتيريا تكون عرضة إنه هي تتكرر، خصوصا إذا اجتاحتك مرض.
اي بس هل لو انه انت لازم تتكرر عندك؟ لا طبعا. زين شنو يكون بيها؟ يكون في دا اي في داكسوميسين، تمام؟ العلاج اللي نستخدمه بيصير عندي recurrent cases، حالات يتكرر بها المرض، تمام؟ شو نقول؟ في دا موكسين، مو؟ في دا ميسين، في دا ميسين عفوا، في دا ميسين، واضح الفكرة؟ نستخدم لها الفيداميسين او مو مشكلة او شي يسوي لي فيداميسين هاي شنو شو وقت من تتكرر عندي التهاب كذا مرة بصورة عامة اقدر استخدم مترندايزر واستخدم فانكومايسين. فانكومايسين شنو؟ للبكتيريا ان يصير عندي حالة ريزيستنت. اذا ما فاد العلاج وظل يتكرر عندي شو اسوي له؟ ها تخيلوا هذا القضية ممكن تحت انصدمون. سامعين احنا بهواي شغلات ترانسبلانت 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 اي ميكروبايتا لا ميكروبايتا ترانسبلانت تمام. شو نسوي هنا في حال انه عجزنا بالريكرن؟ ميكروبايوتا ميكرو بايوتا او ميكرو بايتا للسهولة ميك هي بالاصح طبعا ميكرو بايوتا ترانسبلانت. يعني كأنما انت قاعد شنو قاعد تزرع نورمال فلوران جديد وتقوي التنافس بين البكتيريا والبكتيريا، فبالتالي البكتيريا النافعة راح تقدر ما تعطي مجال او تمنع تسبب الالتهاب. ليش نستخدم هذا؟ من يصير عندي استخدام خاطئ او استخدام مفرط للانتيبيوتيك، تمام؟ وايضا البي بي اي. نراجع بسرعه، خلينا نراجع. كلوستريديوم ديفيسال الوحيد اللي يبدي دي معناته يسبب لي دايريا، صح؟ يشن من يتكون من نوعين من التوكسين. التوكسين الاول يروح يرتبط مباشره بالجت براش بوردر. التوكسين الثاني البي يسوي لي هو التوكسين مالته، هذاك التوكسين مالته احنا شو نسميه الاول الاي نسميه انترو توكسين، الثاني البي سايتو توكسين. شو يسوي لي سايتو توكسين؟ يسوي لي سايتو سكيلتون ديستربشن، يلعب لي بهيكليه الخليه. ورا ما يلعب كلية الخلية حصل عندي الدايريا، بعد الدايريا راح يصير عندي الدامج لان احنا لعبنا بالهيكلية، راح يصير عندي بسودو ممبرنوس شنو؟ كولايتيس، التهاب القولون باللارج انتستاين، حيكون القولون ترجع هي منطقة وردية بها خط اصفر كانما مال دفترية، سبحان الله. ترجع تقدر ايضا تسوي لها جوجل وتشوفها. وين البقية اللي عندنا؟ من يجيني هذا المرض؟ من نستخدم من ناكل الاكل ما مطبوخ طبخ جيد او اندر كوكت ميت، يعني طبخ طعام غير كامل الطبخ. ليش؟ لان هاي البكتيريا تقدر تتحمل الحراره، تمام؟ وقلنا هي ليابل وهي تقدر تستحمل الحراره، فبالتالي اذا انت ما واصل درجات حراره مناسبه راح تقدر تتحمل هذه البكتيريا تستمر، فبالتالي نتعرض لمن؟ للانفكشن. هاي في حالة الطعام، إذا أخذنا الطعام تسوي لي فود بويزنينج. الحالة الثانية من تجيني من استخدامي المفرط أو الخاطئ للانتيبيوتيك بالخصوص الأمبيسيلين والكليندامايسين. أعالجه شلون؟ أعالجه بالمترندايزول اللي هو عن طريق الدم، وأعالجه أيضا بالفانكومايسين أورالي، تمام؟ ايضا البي بي اي اللي هو بروتين بامب انهبيتر اللي هي يمنع افراز الاحماض بسرعه عامه بالمعده، هذا ممكن يعني يسوي لك عرضه لمن؟ للكليندامايسين ديفيسال. اكو قضيه مهمه ذكرناها، شنو هي؟ في حاله الريكرنسي، في صار عندي ريكرنت كيسز، نستخدم لها الفيداميسين. الفيداميسين اذا ما اشتغل عندي راح اضطر اسوي
عملية مهمة، ميكروبيوتا ترانسبلانت اللي هي زراعة نورمال فلورا. لهنا انتهينا من جزئية الايروبيك والانايروبيك باسيلاي، وخلصنا ايضا الفيلمنت بالحلقات السابقة. ان شاء الله بالحلقة القادمة راح نتكلم عن ستريبتوكوكس بكتيرياس والستافيلوكوكس بكتيريا. حتى نراكم ونلتقيكم، نستودعكم الله.